يتمنى يلعب يمرن يعمل اي حاجه في النادي الاهلي. فطبعا دي كانت حاجه نفسي ارجع النادي بتاعي، وانا كنت حابه ان انا ابدا بما اني لسه مبطله ابدا مع فريق صغير، احاول ادي لهم مهارات واعلمهم حاجات كتير قوي قبل الباسكت، حتى اعلمهم يعني ايه نادي الاهلي، يعني ايه التزام النادي الاهلي، يعني انك انت لابس فانيله النادي الاهلي، كل الكلام ده. فانا فعلا كنت حابه جدا كده، الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا كرم باللي انا عاوزاه، ولسه اهو ببدا معاهم، هم لسه صغيرين، فخطوه خطوه ان شاء الله. السن ده برضو عايزين يحطوا كوره في الباسكت بسرعه، اهم حاجه ان نجيب باسكت. ودلوقتي احنا بقى عندنا مشكله في مصر ان اللعيبه ما عندهاش مهارات كافيه، والحاجات دي اتلغت خالص، ما بقتش في دماغهم كل لعيبه عايز يجيب باسكت ازاي. فانك انت تفهمهم ان لا، في حاجات كتير جدا في كره السله غير ان انا اجيب الكوره احطها في الباسكت يعني. ولازم يفهموا، يعني ما ينفعش اعمل معاهم ان هم صغيرين، لا هو التمرين كده، لا انا لازم بحاول ان انا اقرب وافهم وشويه اشد وشويه لا وشويه. فهو الموضوع طبعا محتاج تفكير فظيع يعني.